السلام عليكم، كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم، بركة على وجهكم، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه. المهم البنات، هذا فيديو صغير وقصير، نشارك معكم واحد شي طويجنات صغيورين لرمضان، واحد ديال كروفيت وواحد ديال بوزروك. هذا ما كان البنات. المهم راه ديجا المهم شرملتهم وداك الشيء، راك تعرفوا كل شيء. المهم مشاركه وصافي، وواحد لازان بالدنجال مقلي وبالدجاج والبيشاميل والفرماج، كتجي رائعه رائعه جدا البنات. يلاه بقاو معايا ان شاء الله حتى نهايه الفيديو. الشميشه اليوم هما البنات، هذه واحد الباط فويتي حتى هي غنديرها. المهم البنات راه تبارك الله عليكم كتعرفوا كل شيء ديروه. هنا درت فيه الدجاج، فيه الفلافل كلهم الحمراء الخضراء الصفراء والحمراء والخضراء والصفراء، وي البصله مطيشه. المهم الدجاج العطريه كلها غندير لها هذه الطريقه، هذه في هذه لاباط فويتي. من بعد غندير لها بحال السنبوله، ها نتوما غتشوفوا كيفاش. انا البنات غنزيد ليها الفرماج، ها نتوما فرماج غابي، ومن بعد غادي نسدها. هتشوفوا الطريقه بالضبط كي غندير ليها. هانتوما البنات شفتوا كي قطعتها، هانتوما وكتبقى يدير وحده على وحده وحده على وحده حتى تسالي. شفتوا الطريقه زوينه هاد الطريقه، هانتوما جربوها. هانتوما البنات الطريقه شفتوا. المهم غتبقاو تمشيو على هاد السيستيم حتى تساليو كاع على الورقه ديالكم. هادي هانتوما، هادي هوك، هادي هوك. كتبقاو تسدوا هاد التقالي ضروري تسدو، ما خاصش يبان والو. شفتو هاكا نتوما غاديين، نتوما كتسدو، نتوما غاديين، نتوما كتسدو حتى تساليو كلشي هاد الوريقه ان شاء الله. نتوما البنات كي كتجي كما قلت لكم خاص كلشي يتسد. دابا غندهنوها بصفر ديال البيض وغنديروها في الفران ان شاء الله، وندردر عليها شويه د الجنجلان ولا حبه سوداء ولا اللي عندكم البنات. هانتوما البنات، ها هي هذيك اللي قلت لكم السنبوله بالبات فويتي معمره. دابا غنديروها في الفران ان شاء الله تطيب، ونوري لكم الشكل النهائي. البنات هذا الطاجين ديال الكروفيت شفتو. المهم كديري شويه الثومه، شويه البصله، شويه الكمون، شويه العطريه ديال الحوت، قزبور، معدنوس، الثومه، حكيت البصله، درت مطيشه حتى هي حكيتها. ايوا هو دابا هذا هو الطاجين ديالنا ديال الكروفيت، ملي يطيب ان شاء الله غادي نوريه لكم. هنا معنا هنايا الطاجين ديال بوزروك. هانتوما شفتو. المهم حتى هو كديري بصله، ثومه، مطيشه، قزبور، معدنوس، الملحه، تحميره، سميتو الثومه محكوكه، بصله محكوكه، وتعطي العطريه ديال الحوت ضروري البنات. ايوا صافي مطيشه داكشي اللي كاين. زوقت بيه هادو جوج طويجنات ديال الفطور، هادو درتهم صوار. عاد كاين الحوت تا هو مقلي. المهم اليوم كله حوت. هذا ما كان البنات مشاهدكم، وانا الصراحه ما كنبغيش نصور بزاف، والله الطوله ديال رمضان وداك الشيء ما كنبغيش نشارك، ما كنبغيش اسميتو. ايوا معليش البنات، البنات صدعوني، دلوحي لوحي لوحي، ديري شي فيديو وديري شي شهواتي وانا معكم البنات. هذا ما كان. خليك ليلي يا غالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك ليلي يا غالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي. هانتوما البنات، ها الطاجين ديالنا ديال بوزروك، ها هو طاب. ايوا هذا ما كان. المهم نتمنى تجربوه حتى هو،
ان شاء الله اللي كتعجبها بوزروك اللي تيعجبها. انا تيعجبني انا وليداتي صراحه. هذه الحريره ديال الحسوه ديال البلبوله، درت ليها الكرافس ومطيشه وخرقوم، هذيك يعني خفيفه اللي ما تيبغيش الحريره الحامضه. يعني في الاوائل ديال رمضان كنديروها، ولكن مؤخرا كنجرب مره كندير هذه ديال البلبوله، مره ديال الذره، على حسب. هانتوما البنات، اليوم المهم، اليوم غير الحوت كما صورت معكم داك الطاجين ديال بوزروك والطاجين ديال الكروفيت، ولكن ما درتش الكروفيت، درت غير ديال بوزروك بركه، واحد طاجين بركه، الله يجعل البركه. المهم الانسان اللي كل البنات هذا ما كان. ايوا نتمنىكم الطبق ما شهيتكم، وسمحوا لي بزاف. هانتوما البنات، هذيك الخبيزه ديال اللي دايره كيس طفيره، والله الا نسيت ما صورتهاش لكم اللي طابت، حتى صافي قطعتها والله العظيم. المهم هاكي كتجي البنات، نتمنى تعجبكم وتجربوها، وهي كتجي هائله جدا. ايوا هذا ما كان البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. رمضان كريم.